الطاقة العامة برج الثور، يبدو بأنك ممكن أن تكون في عمل فني وأنت منهمك جدا في عملك، تقوم بأعمال فنية كثيرة، أو أنك تقضي ساعات طويلة على الإنترنت، فأمامك عروض كثيرة. ربما أنت أيضا تراقب الحبيب، أنت تجد الحبيب طيب القلب، صادق بالمشاعر، كريم، معطاء، عطوف، أنت تجده جدا صادق وطيب. الحبيب إنسان ليس فقط صادق، إنما هو أيضا بقدر، إذا كنت فنان فهو أيضا ممكن أن تكونان تعملان سويا، أو بأنه شاطر جدا في عمله، هو يقدر أن على كسب أي فرصة لكسب العيش، هو جدا شاطر في الحياة، كما قلت هو إنسان عملي جدا، عملي لدرجة كبيرة، هو إنسان يعشق عمله وهو منغمس جدا في عمله، عمله عنده هي النقطة الأساسية في حياته، هو إنسان جدا طيب وكريم، ولكن العمل عنده يأخذ في حياته الحيز الكبير. طاقتك لهذه القراءة، أنت حزين جدا لغيابه وتفتقده، وأنت تحن إليه كثيرا ولا تقوى على فراقه، أنت تعيش في هذه الفترة في طاقة سلبية، تعيش بأحزانك وتعيش في ذكريات الماضي. الحبيب هو عنده مشاعر جدا جميلة تجاهك، هو كما تنظرون هنا أنت تعطي ظهرك له وهو يعطي يده، يدور باتجاهك، فهو يقدم لك مشاعر جدا جميلة، هو جدا معجب بك ويحبك، ولكنه من الواضح بأنه مشغول في هذه الفترة، ليس بقصد البعد عنك أو التخلي عنك، ولكن هو مشغول، اعذره في هذه الفترة، لكنه إنسان صادق من مشاعره، وهو يظهر لي بأنه إنسان جدا روحاني جدا وطيب القلب وصادق، وصادق بمشاعره وبعواطفه وبكرمه، صادق معك. أنت ماذا تشعر باتجاهه؟ تشعر بأنك تريد أن تذهب إليه بسرعة البرق وتقول له أنا أيضا أحبك، أنا أحبك كثيرا ولا أقدر على الاستغناء عنك، فبعدك عني يجعلني حزين جدا. أنت جدا تحبه أيضا، هو يحبك، لكنه هو مشغول في عمله الآن، أنت لديك طاقة عالية تجاهه، وهو يشعر، يبدو بأنك أنت مشاعرك مشاعر متسرع في عواطفك، تظهر عواطفك بشكل قوي جدا، وهو إنسان هادئ عقلاني بعواطفه، يعبر عن مشاعره لكن بشكل معتدل، ليس بشكل مبالغ فيه، وعنده العواطف هي في الدرجة الثانية، كما أرى العمل عنده في الدرجة الأولى والعواطف في الدرجة الثانية. كيف يشعر بك؟ يشعر بك بأنك جدا جميل، أنت شخص في غاية الجمال، أنت كثير الجاذبية، تجذب كل من حولك بإطلالتك، أو إذا كنت امرأة بأنوثتك، بجمالك، باهتمامك بنفسك، أو باهتمامك بنفسك، فأنت جذاب ليس لها، لكل الجنس الآخر فقط، أو أنت جذابة لكل من حولك، وأنت معجب بك كثيرا هذا الشخص، أو معجبة بك كثيرا هذه نوايا هذا الشخص، هو ينوي
أن يبقى على حاله في الوقت الحالي، يحافظ على استقراره المادي. فكما قلت، هو يهتم جدا بعمله، وهذه القراءة، لا ننسى بأن هذه القراءة لبرجك أنت، الثور، برج الثور. وبرج الثور هو من أكثر الأبراج التي تهتم بالاستقرار المادي. الاستقرار المادي عنده يأخذ الحيز الأول في حياته، وهنا تظهر بهذه الطاقة واضحة في هذا الورق. الحبيب، يبدو أن الحبيب هو من برج مائي، احتمال بأنه يكون من برج الحوت أو برج ترابي مثلك، برج العذراء، فقط هذه الأبراج. وأنت برج الثور، نواياك بأن تحافظ على استقرارك المادي في هذه الفترة، وتحافظ على أعمالك، فإن لديك أعمال كثيرة، وأنت تفضل فقط أن تراقبه عن بعد، ليس أكثر، أن تراقبه فقط وتحافظ على استقرارك، لا تنوي على الكلام معه في هذه الفترة أبدا، أو هذه مشاعر، هو لا ينوي، عفوا، هو لا ينوي على يحافظ، هو سيحافظ على استقراره. يظهر أنه أيضا هو برج الثور، احتمال بأنه أيضا برج الثور، فهو جدا إنسان عملي كما يظهر لنا في الطاقة العامة، هو جدا إنسان عملي ومهتم بأعماله بشكل كبير. إذا ينوي على الاستقرار المادي والعملي، ولا ينوي على فقط على المراقبة فقط. هو لا يوجد خطوات قادمة لديه سوى التواصل الروحي معك فقط. هو ليس بيديه أن يعمل أي شيء في هذه الفترة، هو جدا مشغول، لا يقدر على أن يعمل أي شيء سوى التواصل الروحي معك فقط، ليست لديه خطوات قادمة أبدا. وهذه نتيجة القراءة، النتيجة لهذه الفترة القادمة ضمن ال10 أيام، ستبقى العلاقة كما هي معلقة، تواصل روحي فقط، وتحليل للموقف، تحليل تفصيلي للموقف، ماذا ممكن، لأنه سيفكر ماذا ممكن أن أفعل، ماذا أستطيع أن أفعل في الأيام القادمة. هو يحلل ويفكر ويترقب الآن، هو فقط يترقب، يراقبك ويترقب، ويحاول أن يصل إلى قرار. هذا الرجل لا يصل إلى قرار إلا بعد تفكير جدا عميق، ويظهر بأن هذا الحبيب ليس من الناس المتسرعين، أنت شخص متسرع يبدو عليك، ولكنه هو يظهر بمظهر الطيب الهادئ الواعي الحكيم، الذي لا يعطي أي قرار إلا بعد تفكير عميق ووقت طويل. وهذه العلاقة ستأخذ لفترة، تأخذ فترة من التفكير، ستبقى هذه العلاقة كما هي في الوقت الحالي، فقط مراقبة وتواصل روحي. نصيحة القراءة لك، نصيحة القراءة لك هذه واضحة جدا، عامله كما يعاملك بالضبط، يعطيك حب، أعطيه حب، يعطيك كلمة جميلة، أعطيه كلمة جميلة، يعطيك شيء، أعطيه بالمقابل، لا تعطيه أكثر مما يستحق، سويه بنفسك، لا تقدره أكثر ما تقدر نفسك، حب نفسك الأول، أعطه الحب لكن ليس أكثر من نفسك، فأنت تستاهل الحب أيضا، تستحق الحب. فإذا لم يكن معه أي مجال، أي مجال وأي وقت لك من أجل الحب، فلماذا أنت تعطيه وهو لا يعطيك؟ انتظره، إذا كنت تحبه انتظره لكي تتغير هذه الطاقة، فربما في الأيام القادمة لن يبقى في هذه الطاقة، لن يبقى مشغول طول العمر،
ولكن سيأتي يوم وعندما يراك أنت خففت من اندفاعك العاطفي إليه ومن زعلك وغضبك منه كلما ابتعد عنك وكلما التفت إلى عمله، هو سيبعد عنك أكثر. عمله بهدوء، بتوازن، لا تعطيه أكثر من ما تأخذ. شكرا لكم برج الثور على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. وإذا عجبتكم القراءة أرجو دعمنا بلايك دعما للقناة. شكرا لكم.